سعادة الدكتور عبد الحميد منصور، سعادة الدكتور أمين عواد، ممثلي المقامات، زملائي المصرحيين، أيها الحضور الكريم، لا تزال الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وأنواعها وبما فيها الجريمة العابرة للحدود تشكل هاجسا مقلقا للسلطات المعنية في كافة دول العالم. بطاقة الرهن طبيب أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر أنواع الجريمة المنظمة نظرا لكونها تمس أمن المواطن والدولة على حد سواء وتشكل آفة اجتماعية تعرض سلامة المجتمع للخطر. من هنا غرت كافة دول العالم إلى التصدي لهذه الآفة الخطيرة فعمدت إلى تفعيل التعاون والتنسيق فيما بين أجهزتها الأمنية والقضائية المختصة. وتوصلت هذه الأجهزة بعد جولات طويلة من المباحثات إلى وضع التشريعات المناسبة لكبح جماع هذه الظاهرة والحد منها ومتداعياتها، لا بل والقضاء عليها ومحاولة القضاء عليها. كما تم تشكيل التجمعات المهنية الدولية لهذا الغرض، ولعل أبرزها كان مجموعة العمل المالي فات ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميناء فات. وكلنا يعرف أن لبنان ساهم في تأسيس هذه المجموعة الأخيرة في العام 2004 وترأسها، وبادرت السلطات المعنية إلى إصدار التشريعات التطبيقية في مجال مكافحة هذه الجرائم. فأنشأت هيئة التحقيق الخاصة التي أريدت رئاستها بشخص حاكم مصر لبنان الذي يتمتع بهذا الخصوص بالاستقلالية التامة على مختلف السلطات. وقد انسحبت هذه الاستقلالية على عمل الهيئة التي اكتسبت مصداقية على الصعيدين الداخلي والخارجي انعكست إيجابا على القطاع المالي في لبنان. وبالرغم من كل ما اتخذ من إجراءات وما يصدر من تعاميم تنظيمية تساعد وتوجه المصارف في إداء مهامها التي تصب في خدمة القطاع المصرفي، وبالتالي المجتمع والدولة تسعى العصابات التي تعمل في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية وفي ابتكار أساليب قد لا تخطر على بال لتنفيذ الجرائم. ومن الطبيعي أن تستخدم القنوات المصرفية في تقرير بعض عمليات. ومن هنا كان لابد السلطات الرقابية وبالتعاون مع المصارف والمؤسسات من القيام بعملية تعديل جذرية بتقنيات الرصد المخترعة حتى تتمكن من اختفاء آثار هذه العمليات والعمل على مكافحتها. كما وأن المصارف والمؤسسات المالية لم تكتفي بهذا القدر من الإجراءات، بل لجأت إلى ابتكار الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من المخاطر الناجمة عن جرائم التبييض أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجنبها عواقب خطيرة. ذلك لأن التطور النوعي والكمي السريع والهائل في الأساليب المستخدمة في هذه الجرائم يفرض ضرورة خلق معايير جديدة وابتكار أساليب متطورة لمكافحتها وإيجاد أطر أكثر فعالية للتعاون فيما بين كافة هذه الجهات والعمل على إدارة المخاطر الناجمة عنها بما يجنبها هذه العواقب. ولعل أهم أو من أهم ما اتخذته وتتخذه الكثير من الدول ومنها لبنان من إجراءات ما تصدره من تشريعات وتعاميم في هذا المجال هو التعميم 122 الصادر عن نصرة لبنان والذي يفرض تأسيس وحدة اتصال واتزان في كل مصرف يدفع لها المسؤول القانوني ومسؤول الاتصال في مصر. هذا خطر على التنسيق الفعال فيما بين هيئة التحقيق الخاصة والسلطة القضائية وقوتها الداخلية في مكافحة هذا النوع من الجرائم. الواقع أن موضوع الاتصال لم يعد يقتصر على مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، إذ أن المصارف مطالبة أيضا حفاظاً على سلامتها أن تتعاون في مواضيع عدة أخرى، منها في آخر المطاف التعاون الضريبي
صورة خاصة بين المتحدة فرضت لائحة عقوبات غالبيتها تبتدي الطابع السياسي، يعني منها مثلا العقوبات فرضت، منها العقوبات وضع النصر التجاري السوري على لائحة عقوبات، وضع سوريا على لائحة عقوبات، وضع دول أخرى على لائحة عقوبات، أيضا وضع حزب الله في لبنان على لائحة عقوبات. في مجموعة من المطلوبات من النظام المصري العالمي يفترض فيه أن يتخيل بها تحت طائرة فك التعامل بينه وبين النظام المصري الأمريكي. نحن نعلم أن النظام المصري العالمي يمر بمعظمه من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، بفعل دولة الاقتصاد العالمي والتعامل وتسوية مدفوعات الدولار كلها تمر من خلال الولايات المتحدة. كل المصارف العالمية التي لها ضرورة أن تتعامل مع النظام المصرفي الأمريكي يفترض فيها أن تتعامل مع هذه العقوبات وتحترمها، وإلا سكر النظام المصرفي الأمريكي التعامل مع هذه المصارف، أي منعها من الاستفادة من خدمات المصارف المراسلة والتالية، وبالتالي قضى على نشاطها التجاري. نحن نعلم أن مجرد ما يحصل أي ملاحقة أو أي تعرض لمصر من خلال العقوبات الأمريكية، تلاقي الاتحاد الأوروبي ووسط دول العالم تتجنب التعامل مع هذا المصرف، لأنه موضوع هو صار موضوع معولاً، وبالتالي لا يمكن أن يسلم أي مصرف من العقوبات فيما إذا لم يحترم هذه اللوائح التي تصل بين حين وآخر وتدرج على مؤسسات مصرفية، أسلاح جهات مالية، أسلاح شركات، أسلاح دول. إذا نحن أمام غابة كبيرة من العقوبات، ولا بد للنظام المصرفي اللبناني والعربي والعالمي من التعامل معها، وإلا تعرض بالفعل لمشكلة مع استمرارية عمله في الأسواق الدولية. لبنان في وضع خاص، نعرف لبنان كل لائحة العقوبات تمر بطريقة أو بأخرى على التماس مع وضع لبنان. لبنان لائحة العقوبات تشمل حزب الله، تشمل إيران التي لها مصالح مع لبنان، تشمل أيضا النظام المالي السوري، مصالح العمل السوري، مصالح المالية العمل السوري. كل هذه كارثة مالية تبدأ تشعب بها إلى كل قطاع مصر.
هذا الموضوع هذا شيء اسمه مخاطر السمعة، يعني مجرد أن تهدد سمعة أخرى لا يستطيع الفعل أن يصمت في وجهها، لأننا نحن نظام بصري حساس ولطيف، ونحمل على أكتافنا أموال مدعينا ليس فقط من ذات البلدان وإنما أيضا من خارج البلدان. وأكبر خطر على نظام مصر اللبناني هو فقدانه صفة مجاهد إذا كانت جرى بس بسمعته. لذلك نحن حريصون على الدفاع عن هذه السمعة من خلال التعاطي مع كافة المراجع الدولية لإعطائها التطمينات اللازمة من أننا لسنا نغرس أي قوة سياسية غير العمل المصرفي الصرف والعمل المصرفي الدفاع. ونحن وقفنا بقدر كبير نتيجة الوقود المتلاحقة التي قام بها مصر لبنان وقمنا بها في جمعية مصر لبنان وأخيرا في اتحاد مصر العربية، حيث نحن دعونا الأسبوع القادم إلى لبنان نائب وزير الخزانة الأمريكي اللي هو المسؤول الأكبر عن طرق الوقت يأتي ويتكلم من خلال منبر اتحاد مصر العربية في المؤتمر العالمي الذي يعقده الاتحاد في الاسبوع القادم في بيروت. فاذا راح موجه العداء الشكوك واتت موجه التعاون، هذا التعاون نحن الاتحاد مصر العربي نطرحه من خلال تعاطينا بالعالم العربي اجمعين وليس فقط في لبنان. اذا كان لبنان في هذا الموضوع هو وضع دقيق، انما العالم العربي كله بالفعل خلال اتحاد مصر العربية هو في موجة واحدة وفي مصلحة للنظام المالي العالمي أن لا يرتكب أخطاء في حق أي من الأنظمة المالية وخاصة في لبنان. كان هناك أيضا مأخذ على لبنان أنه في كل الحالات التي تعاون فيها لبنان مع المطلوب دوليا وذهبت الحالات المعدودة التي جرى الاجتهاد بشأنها إلى القضاء اللبناني، يقول اللبنانيون أن القضاء اللبناني لم يفرض عقوبة في أي حالة من الحالات التي عرضت عليه. طبعا هون بهذه الحالة من يفهم القانون يعرف أن القضاء لا يمكن أن يحكم على إنسان إذا لم تكن هناك إسبابات. ما يأتي من المدعيات الدولية هي لوائح، هي خارجيات أكثر منها إثباتات، ويمكن أن تسمح أمام القضاء المطلوب منه أن يحكم على شخص بجرم شائع كجرم تبييض الأموال أو تبييض الإرهاب أو تبييض المخدرات أو ارتكاب جريمة منظمة. إذا الاتهامات التي هي موضوع كافحة تمويل التي تجوز على النظام المصرفي هي جرائم كبرى، وهي جرائم أحيانا شائنة فيما إذا وصفت هذه الاتهامات بأشخاص. والقضاء هو الحامي للقضيات الفردية والحامي أيضا للحقوق. فإذا ما قلناه للولايات المتحدة عندما أتت بهذه الادعاءات ضد القضاء اللبناني انكم انتم ترسمون اخطاريات ولا تتابعون هذا الامر امام القضاء. فاذا ياتي المدعى عليه او المتهم وياتي باثباتات معاكسه وانتم غير حاضرين وغير متابعين ولا تاتوا بالفعل باي بينه، وكما يقولون في الانجليزيه انتليجنس از نوت ايفيدنس، يعني الاخبار ليس اثبات. فاذا على هذا الصعيد حتى القضاء اللبناني يعتبر منزه وبالتالي صعب الاتهام به بدون بينة كمان يعتبر عمل صحيح. إذا الحوار الدولي يساعد بالفعل بإظهار أن لبنان هو دولة متعاونة وفيها نظام مالي، وآخر ما توصلنا إليه في اجتماعنا مع وفد اتحاد الاقتصاد العربية الشهر الماضي عندما كنا في وزارة الوزارة الأمنية أنا والأمير العام السيد مصدقي مفتوح وعضو وزميل آخر في الاتحاد، قال لنا المسؤول جلسة الدعاية الأمنية في الموضوع أنه أنت
صار عندكم سيستم، إذا في سيستم بمعنى أنه قد تمر مخالفات ولكن لازم الطرفات بكل نظام عمليهم في خط، بس إنه أنتم نتيجة تقومون بإدارة سيستم، هذا السيستم يعتبر نظاما بالنسبة لنا جيدا لمكافحة الآفات التي تطلب مكافحتها. ونحن بالتالي انطلاقا من دور اتحاد المصارفة العربية والاتحاد الدولي المصرفي العرب الراهدين في نشر الثقافة المصرفية في أوساط المصرفيين العرب من خلال تنظيم مختلف أنواع النشاطات التصفيفية والتدريبية في كافة أرجاء الوطن العربي وتسييس المنهج الذي تأبنى على اتباعه منذ تأسيس الاتحاد، وذلك بتركيز نشاطات التعاون وبرعاية السلطات الرقابية في كافة الدول العربية. يعقد اليوم هذا المنتدى وعلى مدى أيام ثلاثة بالتعاون مع هيئة التحرير الخاصة والسلطة القضائية والمديرية العامة للقوى الأمن الداخلي في لبنان والرقابة على المصارف بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الكافحة الجريمة المنظمة وآخر المبتكرات سواء في أساليب الجريمة أو في أساليب مكافحتها، مستعينين بذلك بنسبة مميزة وشريحة واسعة من الخبراء من كافة السلطات الرقابية ومن القطاع المصرفي اللبناني والعربي. لعلنا في ذلك نكون قد ساهمنا في نشر المعرفة بين العاملين في المصارف والمؤسسات المالية وفتحنا أبواب التفاعل بين أهل المهنة المصرفية والمالية العربية وبين أهل السلطة القضائية والرقابية والأمنية من خلال هذا الحشد والتجمع. وفي الختام اسمحوا لي أن أتواجد بالنيابة عن الاتحاد الدولي المصرفي العرب والاتحاد المصارف العربية بشكر جزيل إلى كل من ساهم في نجاح هذا الحدث العلمي والمهني المهم والمتميز، وأخص بالشكر والتقدير سعادة حاكم مصر لبنان رئيس هيئة التحقيق الخاص الأستاذ زياد سليم ممثلا بسيادة الأستاذ عبد الحميد منصور أمين سر الهيئة على تعاونه مع الاتحاد لعقد هذا المنتدى. كما يسرني أن أشكر أيضا الدكتور أمين عواد عضو لجنة الرقابة على المصارف وعضو الهيئة المصرفية العليا في لبنان الذي شرفنا بمشاركته في هذا الحفل، والشكر موصول أيضا إلى المديرية العامة للقوى الأمن الداخلية ممثلا بسيادة العميد زياد جلال